رجعنا مع عبدالي. رجعنا مع عبدالي الشوي تايم، ونحب قبل ما نتعداو للفقرة الجاية اللي من بعد هذيا، من بعد الكلام باش نقولوا توا، تحبوا تربحوا كرهبة، والكرهبة قلت لكم راهي باش تخرج ماكسيموم اخر الشهر هذايا، دونك فما شونس في وقت وجيز وقت صغير باش تنجم تربح كرهبة. تبعث حرف أ، ميساج في حرف أ على 85 899. عربي أهو قدم لي الضيفة نتاعي. إذا ليديز أند جنتلمان، حضرات السادة الأفاضل، مازال لقاء بكم يتواصل، لنستقبل معهم بكل سعادة نجمة متمكنة ومتعلقة، متميزة وخارقة في ميدان الراب الذي قلما نجد فيه إناثا في العالم العربي بأسره. إلى أن أوليكم كاردي بي العرب، نجمة نجمات الراب، السبايسي جيرلز، ذا كين اوف راب، اف بي كي. عفيف يا حاج ويل، قلمي على الورقة يطفي في الحرقة، و this is the chill، I'm not a feel. الوقت اللي تعدى حسبته معاديني، كان على الشدة هاي كبرت في عيني، قلبي ما ندى وظلامي مضويني، ما نبكي على ذكر ولا نعوم ببيكيني، وكي يبدا الروح فيك الفرق ما بكيني، نعالج في امراضي ولا طبيب يداويني، نزرع ونحصد والشربة ترضيني، الفلوس تبني جامع ما طلع للمولى، والخوف كان من المولى، انا عفسة على الدولة وحباري في دمي، يعمل في جولة نرسم في معاني ونشبع في نفوس، اللي قال لي راك طفلة انا قريت دروس، يطلع وكي نجلة حجب المنقي ويحكي لي على الرجلة، ما نقولك وقع لي ناس لي تسمع لي مش مفرخة تهرب، أعلى غنية مخي المتغرب وشارب لحنية، وجهي كتعب حشمة المرية، مغربل في ناسي لعروسكي مش راجل، اشتندب بالعاصي اشتندب باللمة كي تفرخ في الغمة، خيوطك اللي ترخفت نكبسها، كي عطيتك قيمة البسها، ليك لك البرد من صغري ما لعبتش بعروسة، نعمر ونقمر بالفرد، كي ذاقت بيا ما بدتش نغرد، ما نموت عجل حد ولا يغرك الورد، العطش اللي ذبل كبرت بالرفسة وبعمري ما نطبل، المعزة ما تقبل الحكاية اللي تهبل، كي تزرع الباهي تحصد المزبل، خليني في غريقي موسع في ضيقي، ولمزي الجهدي بعرقي وبجهدي وثنية كعابي، نغرس في جروحي ونبرد في عصابي، ولا تقول لي قريتك نحرقت كتابي، ولا تقول لي قريتك نحرقت كتابي، نحرقت كتابي، نحرقت كتابي. عم قالوا لي كنت الهيت في قرايتك خير، جمعت الكرون لحدهم البلافون وخنقهم مش خير، المعون خليته لامك شمدخلك اش يهمك، يحكي لي على القرايه وهو حدو الابتدائي، ربي وحده اللي حسبني على اخطائي، مراه وبنت مراه وقادره نشلكهم اعدائي، في الحين كان في السبان مخاخهم ناقصه زادوا كان في الميزان، تي مخك زبله دربيها شبع ذبان، وهو كل حبله وريحته بالسنان، رابيرو كل مفضل بديت نغني قابله، مانيش من الناس اللي طابلو، يسب على العلن وبريفي عين تقابلو، يشد السيل ولا صوابعه تو ينبلو، لا 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 نقدر الناس وزيد ما نجاوبش الحوثلة، نوصل نجاوب ولا فرش بلا ما تبلو، يا مصدق مخك حلو ولا راكده فيه كوالا، يقول لي طفله ورجوليت وشدها بكالا، ناس وصلت للقمره وناس تعس على الناس، تسيبوا الناس خلي تحلم وتتمنى، ما يعرفش طريق الجامع ويحكي لي عالدين، تقول بيني ديه الجنة، كان صلي طو نشاور ولا نبعث لك تصاور، قلت لخلوق ناس تغزر السقية وانا اللي نغزر الفوق، كان المنطق العدم السنات تقول معبية بالغرم، وجوه الهم ما عجبكش تعدى فوت، يحكي من الحزام اللوطة شعب شطر ومكبوت، المخ مربوط والسنات بلف بلف، وقت اللي نسهر نكتب انت بارك تصف، يا وحش من صغري ما نركحش، منو اللي قال لي يا طفلة راك ما تنجحش، منو اللي قال لي يا طفلة راك ما تنجحش، يا يا طفلة راك ما تنجحش. اف بي كي تفضل، مرحبا بيك. شنو هذا؟ 55 عليك؟ أه؟ بارك الله عليك، فاتن اف بي كي هكا؟ اف بي كي، اف بي كي ولا اف بي كي؟ اف بي كي، اف بي كي، باهي. أو في بطاقة تعريف فاتن بن خالد، واضح؟ واضح. فينومين في صغيرون في عالم الراب الذكوري. أنت رابور عمرك 20 سنة، والغنية ذي اللي كنا نسمع فيها ضربة بالقدية عاملة أكثر من 6 ملايين على اليوتيوب، معناها هكا ولا سكسي؟
عامله قريب 4 ملايين. 4 ملايين تفينا لك ب 6 ملايين نسيت ان شاء الله. 4 ملايين زاد مش شويه بالنسبه للبنيه، معناها اليوم تغني في الراب وهذا الموضوع، بنيه تغني في الراب وهذا اللي تغني عليه انت، كيفاش الناس هكا تتنبر عليك كيفاش انت بنيه تغني في الراب وكانه فما بارير فما به تنحكيو فيه. قبل هذا الكل خلينا تعرفوا شكوني اف بي كا. فاتمة خالد، نغني من عام 2011 تقريبا مع ثورة، يعني تنجم تقول الثورة والأحداث ذوكم في الوقت ذيك هما اللي خلاو السيلو ينطق في اللحظة ذيك، معناها في الفترة ذيك الأحداث ذيك الكل أثرت في السيلو وخليته يتحرر. عمرك 10 سنين وقتها 2011 تقريبا، تو نحكيو على طفلة 10 سنين 10 11 سنين انونفون معناها وقتها مش كيما تو تبارك الله. اي بالضبط انونفون. شغرمك بالراب شخلى ستيلو متاع انونفون وقتها يتحرك؟ والله الحق نذكر وقتها كنت نتفرج في مسلسل نجوم الليل وكانت الغنية متاعو فيها بارتي متاع راب، كنت نبدا نغني مع الغنية نبدا نعاود، دونك حسيت لي فما صوت، معناها صوت كيما نقولوا احنا ملائم، نقول لهم اسمعوا صوتي راهو حسيته يواتي معناها يجيب مع في الفلو متاع الرابرات والراب والدنيا والصوت وكل حتى طريقة النطق. دونك نلقى روحي معناها مع الغنية ذيك اكتشفت الصوت، بعد بشوي بشوية كملت الأحداث متاع الثورة والفترة ذيك زادوا أثروا عندهم دور كبير في أني نكتب. الفترة ذيك زاد كانت أنه الراب تسيس ولا فما مش تسيس وما ولاو يعملوا في السياسة ولا راب ثوري ولاو يحكيوا ويسبوا في السياسة كانوا تحرك وقضايا اجتماع تحرك برشا الراب. أي بالضبط. دونك في الفترة ذيك بديت نكتب، بديت عرفتك اللي نذكر كما توا المشهد مازال يزور ذاكرتي ساعات، انا واقفه وكان لي وحدي ندندن تونس تونس، ومع الثوره ذيك وتزامنا مع الفتره ذيك الكتيبه نتاعي جات تحكي كان على تونس بريسك. في غنياتك قبيحه شويه مش قبيحه ما عندها لوسونس معناها ماضيه وتكلاشي في غنياتك فهمتك، وهكا عويق لا تحكي كانك بنوته صغرونه ما عندك حتى علاقه بالراب. ديما يقولوها لي يقولوها لك الملاحظه، ديما يستناو منك انك تكلاشي في الدنيا هكا وتكون فما حرشه شويه ماكش حرشه في الدنيا ما وقت اللي يستحق الوقت معناها الظرف ان يكون حرشا ولي حرشا فماش اشكال. كيفاش تلقى روحها اليوم رابيرة في عالم الكل ذكورة، عالم ينجم يجاوبوك لغة شارع فيه قبيحة فيه كلام فيه كلام زايد فيه كلاش، هذاك الراب اليوم في عالم عربي اللي في العالم العربي اليوم نعرفه فماش برشا نساء رابيرات يتعدوا على السوابع فهمتني؟ صحيح. كيفاش تلقى روحك؟ بون الحق الصعوبة الأكثرية صراحة معي كأنك تحكي في الدنيا. الحق الصعوبة الأكثرية لقيتها في البداية، ماني حتى من لونتوراج نتاعي نتاع رابورة وكيفاش شكونك تقول لونتوراج نتاعك شكونك بالضبط؟ عائلتك كلهم عائلتي الناس القراب لي الكل بهتوا أو ميم طون حتى اللي جراوني في الفترة هذيك يقول لك فترة تتعدى معناها جوست نتاع توا ادوليسون عام عامين ماكسيموم ومن بعد تقص الحكاية في بالهمش أنا باش نكبش للدرجة هذيا كبشت معنى. كبشت تسبيت برشا اما الحاجات هذيك ما كانتليش قويه معناها من شكون من الرابرات من اللي فان من العباد حق في وجهي ما سمعتش حاجات معناها من لونتوراج نتاع الراب ومن الدومينا اما كان لي العباد مثلا كي نهبط فيديو خاصه كما قلت لك في البدايه معناها كي بديت نهبط على مواقع التواصل الاجتماعي لقيت رفض من برشا ناس، نلقى كومنتيرات تلقى عبد اصلا مازال ما تفرجش وتلقاه سي بون صبك، مازلت حتى تلقاه مثلا الفيديو تلقاه فيها ثلاثة دقائق، هو مازال ما عملش دقيقة، مازال كي هبط ما عندوش دقيقة هو بدا يسب. نسك سؤال بصراحة، اللي سبوك أكثر رجال ولا نساء؟ واللي تعاطفوا معاك أكثر رجال ولا نساء من الأول؟ بون سبوني الأكثرية أولاد، الأكثرية رجال. كم تعش تعمل هذه فيش تعمل ونساء هما بيدهم ما همش فاهمين ما تشكوش فما طفله كيفهم تربي من الاول فما برشا وديما عندك كجمله ديجا ذكرتها في كعابي نتاع برشد الكوجينه ذيك دونك هذيك سبينا ذيك كل ميتو في كعابي في غنايه اللي كنا نسمعوها في الغنايه اللي كنتوا تسمعوا اللي هي عامله 4 ملايين اليوم كي تلقى روحك عامله 4 ملايين و3 ملايين وبالملايين جمهور معناها البارييره هذيك بتحسها تحت نتاع الطفله امراه تعمل في الراب بنيه تعمل في الراب بالضبط ديجا تنجم تقول لي حسيت روحي عرفتك اللي
باني حاربت في الثنيه ذي وحاولت نوصل ووصلت لحاجات معني حققت حاجات. فما بنات كلي شجعتهم الفازه ذي دونك يبعثوا لي ان فيتر نكتب راب وانصحني معني نقول لهم على بالك بحد برشا يبعثوا لي وبرشا بنات ولاوي خطر على بالك بحد ماهيش نصيحه. شنو تنصح بنايا اليوم قاعد تفرج فيك عمرها 14 سنه ولا حتى 20 سنه تقول كان عندي فلو ونكتب ما حاشمه ما نجمش نخرج نخاف لان باش تواصل في ثنيه مهما كان صعب هل المفيد انت تكون مرتاحه في الحاجه اللي تعمل فيها انك تكون مرتاحه وما تتجاوزش حدود معينه ما تتجاوزش حاجات معينه معناها خاصه في الاخلاقيات. حدود مثلا كلام خايب في الراب خاصه في الاخلاقيات اخلاقيات اخلاقيا مثلا ما فماش كلام زايد ودرا شنو اي خاطر الكلام الزايد هو اللي خلى الانطباع هذايا معناه بون هو خاطر الراب ولد شارع جاي من الشارع قبل كل شيء هذيك علاش تلقى الكلام زايد معناه ما تنجمش تستغرب خاطر هو بدايته جاي من الشارع دونك ننصح كل طفله تحب تغني راب واصل وما يهمكش في اللي مش فاهمك باه شكون من الرابرات اللي شجعوك اسامي واللي حقروك جمله كلمة بون فما اللي شجعوني بدءا من الناس اللي شجعتني فما أي. خاصة في ولاد حومتي معناها توا قاعدين يخدموا في خدمة مزيانة برشا شنو هي حومتك تذكرني؟ حمام نلف حمام نلف تحية خاصة لحمام نلف وهالي حمام نلف حمام نلف عندي فما سيربون فما الكتيبة ولد الزهرة شجعوك هذم الاولاد؟ اي شجعوني من الاول ولا توا كي وليت اسم تعرفت؟ والله الحق معناها مش بالضروره نكون عرفتهم في البدايه نتاعي خاطر في البدايه نتاعي معناها هما تقام عندهم حاجات اخرين وانا حاجه عندي حاجات اخرين. فما رابرات حقروك طفاوك ما حبوش يتعاملوا معك؟ مش الحق انا اخترت من البدايه اني ما نحتكش برشا ما نتعمقش في الوسط يعني اخترت هكا اللي كي نمشي استوديو ندخل نسجل ونروح. مال منين الانسبيراسيون تاعك تجي من شنو؟ من حياتي من دنيتي من عالمي. ما فما راب زاد يلزمك تتعلم عليه تتصنت وتكلم. اي اكيد نسمع اكيد اما الالهام الحقيقي يجي من الحاجات اللي نعيش فيهم. اول كليب هبطته صارت صدمه لعائلتك؟ بون العائله الكل توا مشجعيني العائله الكل واقفين معايا اختي خويا امي اما بابا كان مازال عنده الخوف شويه مثلا يقول لك اصحابه في القهوه يقولوا له درا شنو بنتك تغني راب فما انتوراج وبتاتي مش فاهمه نعرفها راني انا كنت دونسور نحكي لك قبل صغير اي معناها بابا يجيو يقولوا له تو ولدك يشتح بابا مش مقلق مني انا نشتح قلقينه العباد اكثر من هو متقلق مني اي يخافوا من نظره الناس خاطر بابا يعرفني انا ما النظره نتاع العباد تو هكا ولدك هذا مستقبل يعمل في الدونس تو نحن نتاع الدونس فهمت بالضبط نفس الكلام فما 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 كلام من نوع عادية فما كلام من نوع عادية ومعناها تنجم تقول لك اللي يهتموا برشا بنظره الناس الوالدين يهتموا برشا شنو باش يقولوا الناس معظمهم نحكي معظمهم مش الكل بالطبيعه اما نحاولوا باش نعملوا ما دام الحاجه مرتاحين فيها علاش نحرموا رواحنا منها؟ علاش؟ تقرا انت مازلت اي نقرا بكالوريا باك لتر باك سنة اي دونك تقرا وميم تو ما مش خالك اللي هملت قرايتك وتلهيت بالراب الحق نحاول نخلي التوازن ما بيناتهم نحاول نوفق بيناتهم الزوز خاطر الزوز نجم تقول يعني مش انا معامله على الراب كلي سي بون الاخر حياتي نتاع هذايا مستقبلي لا كحاجه نحبها على الاخر ونرتاح فيها من القرايه تقعد وحدها نعملوا فريستايل نسمعوا شويه موسيقى مريك نعرفك جنه في الفريستايل اه ايوه مريك سنين قحط وشي مربحت كان تجارب حاجة تموتيفيني وعندي مخ بفكر ويحارب تويتي الغزرة تكويني تويتي نخرج المخالب دنيا لعينة وكل شبر فيها سلب شلة وربعوا على الأقارب مش ربية القوالب بما ندرسها الخطاوي نفس الوجوه ما نعرف المظلم والضاوي نفسي اليوم مش متاع أمس نبقى غامضة وحرفي دامس برشا طرق توصل وين اللي اخترت الخواء في مخي أفكار تتناسل لقاح ضد الجفاء قلب حجر رغموض بحر ومن فراغك اكتفى مساطة القعدة هيا نستك بهمك صعب تعليك الصعدة احساسي فايض بالضبط كي بهمة قعدة في مخي مية سؤال وستيلو ما يستناش اللي قالت لازمها تعريتها ونجيبها كي نحتاج تحكي ورايا يبقى ورايا ناس حديثها ما يوفاش اخدم بالعشرة
نشرف مانيش ولا كي تجرب عحوم يبقى مخد ما يضنيش ابقى هالرورا يماك في وجهي تبندر ولا كان جيت نتكيف راني في عيني كنصندر نضيف عليك اللقة راني ندق في بيبان مسك عقلي حتى لين نطلع للسين يبقى لعب دراري ناس القهوة تعديها بالكيك وناس تعدي بخباري نفض في خباري تيح الليل تقوم افكاري احباري في ايكالي نباقي نجري في عقد حد ما يعرف مداري الدنيا عليا كي تشتد جد الجد لقيت كان الند راس مالك كستي وجارة وقعد احكي للابد حتى الراب بها تسد اوكي حتى الراب بها تسد اوكي حتى الراب بها تسد اف بكا It's a freestyle shit. Yeah, yeah, okay. شوف قاعد نتسند فيك وقاعد نشوف في طفلة كي تشد الميكرو تتبدل تخرج طفلة أخرى كأنك أنت في الدنيا طفلة هيت أبرشة هكا كالم وعويقلة وصوتها ما يتسمعش وحشتك بالطفلة الأخرى اللي فيك ترابي هي اللي تخرج تتقبح وتتكلم في بلاستيك وتخرج وتعبر على كل وجيعها هذا اللي حسيته بالضبط الحق حاجة تلقائية يعني عفوية مانيش هكاك أنا نقرر باش نكون هكا كي الرابي ونقرر باش نكون هكا مع عائلتي ولا كي نحكي ولا مع الناس حاجة تجي وحدها حاجة تجي عفوية أنا واحدة من الناس نبدأ بيها في روحي كيفاش في الغناء اللي سمعتها من الأول عجبتني برشا وكيف كيف سمعتك كأنها ترد على دي كومنتير كأنك الغناية مش غناية قعدت كيكة تتخيل فيها كأن قعدت تقرأ في دي كومنتيريات وش قالوا عليك وترد عليهم أي نجاوب فيهم بالضبط هذيك اللي صار أخس المعون ودرا شنو أي الكومنتيريات هذوكم في البريود هذيك وقت أنا عاملة عملية في الدار معناها معظم وقتي نعدي في الدار دونك فما باج هبطت الكليب نتاعي ماردة ودرت نقرا في الكومنتيريات نشوف في برشا عوج برشا كومنتيريات تقول هذيا اصلا مين يعرفك مثلا باش يحكي حاجه هكا ولا يقولوا كلام تستغرب تقول كيفاش انسان عنده عقل ربي يعطاه عقل ويخمم بالطريقه هذه معناها اش قالوا مثلا فاس شنيه مثلا برا شد برا اغسل المعون ولا برا امشي صلي ولا برا معناها انت تعرفني قاعده نصلي ولا ايه ولا قبلك باش نشاورك كي نجي نصلي ولا كي باش نغسل المعون نعمل لك تصويره نقول لك انا نغسل في المعون انت قاعده معناها ترد انت تنفعل كمان ماكش كلمه بكلمة يهمكش يقولوا لا بالفن نجاوب ما نجاوبش ما نشدش مثلا بالفن. في الكومنتير نشد نسبه كما سبني ليه اليوم تعلت طلعت تعرفت عملت 4 ملايين فيو تعديت في عبد اللي شو تايب ممكن غدوه تعديش في ديزيميسيون اخرين نتمناو لك يعني كل النجاح رابيري كي يخطر له هكا سي موت لابد كلاشي المعروف ما يكلاوش الكلاشي وش واحد متقلق منك اليوم هبط عليك كلاش قاسي نكون انا اكسى تدخل في الحرب ما يقلقنيش اما بالطريقه نتاعي يعني مش هو قال لي مثلا كلام زايد انا باش نجاوبه بكلام زايد نجاوبه بطريقه اقسى اما فيهاش كلام زايد فما معناها تنجم تكون طريقه اقسى اما ماهيش كلام زايد بالضبط وانت كي تقال عليك كلام زايد في الراب اليوم ولا في لي كومنتيرات اللي تقراهم تقرا حساب امك وبوك وجماعه ولا بالطبيعه ما يعرفوني شنيا يعرفوا بنتهم شنيا يعرفوني مش نتاعي يعرفوا الانسان هذاك الغالب عليه مخه كيكه يعني ليس على المريض حرج باهي قبيل حكينا على علاقتك مع والدك وعائلتك ورأي والدك ان بو فك الكلاب اللي قالوا عندنا واحد زاد اليوم باش يحكي لنا على علاقته مع امه نستقبلوا مع بعضنا علاقه غريبه شويه نستقبلوا مع بعضنا اديب حمدي الأم رمز الحنان رمز العطف أمي رمز يد المهرس جاي زغرت من بعيد أمي رمز المحبس في راسي أمي رمز شليكة بلاستيك في وجهي وبوانتور 41 ومعاها نسر مصورين على خدي أمي الكلمة قدك لا تقدر أصحابي لا مترو لا كار فما أم تعيط لولدك إيه يا وحيد يا أمي يا اخي تعيط الروتفايلر والله لما نشرب لك من دمك يا امي فامبير يا امي شبيك عطشت ولا الدرس الخايب اللي تقريهولي قبل ما نمشي لدار حبيبتها الدرس اسمه ما تاكل شيء كان ما تشاورني انا بعد الدرس هذايا ولي عندي ريفليكس كي تمد لي طبق نتاع الحلو في دار حبيبه امي
قبل ما نمد يدي نتلف كان عملت لي هكا هذيك معناها كول وعليك لامين كان عملت لي وجه الرعب هذيك معناها احذر رد بالك تعملها وانا الحق نسمع الكلام حبيبي تمي تمد لي طبق على كعبه انا ناخذ طبق ونعطيها كعبه نهبل روحي نهبل روحي بالحلو وبعد نخزر لها لهنا امي ما تعمل لي حتى شيء تخزر لي تضحك لك الضحكه ذيك صغارك هوا تنسيني في الحكايه الجمله وتبدا تلعب لي على عنصر المفاجاه نحن نروحوا للدار وهي تشدني حيت سيبني ميت نطلع لبيتي نبكي فك البكي اللي اشترى يتعدى سيلونسيو عرفتوا البكي هذيك اسمع ونحط معها حنان غنيت حنان هذيك باش نكمل نزمم روح ما تخلينيش نبكي مرتاح جيني تقولي اسكت والله الملجا الوحيد متاعي مماتي مماتي ديما نعملها مماتي الحسن الحسين مماتي نحس روحي عضو في البرلمان مع مماتي تجيب حذنا للدار نبداو نفطروا نبدا نتلكش على امي مش بنيه الفطور خايب بالليل مش بنين الفطور هاي مش بنين ماس التوازه فطور تفهم ام تعمل الفطور كيما هكايا ونحط يدي على مماتي بزهري يذن العصر وتطلع مماتي تصلي وتسكر علي امي باب الكوجينه وتعمل ضربه للانبوبه هكايا تبدا تعمل هكا تمشي وتجي تولي تقولش عليها بيت بتاع تعذيب وتجبد الكاوتشو بتاع دبوسه الغاز وتشدني تعرف بنين ولا مش بنين يا امي والله عليه بنين والله عليه بنين بات عبي لفابو بالماء وتشد غطس لي راسي فيه بنين ولا مش بنين يا امي والله عليه بنين يا امي والله عليه بنين بعد تربطني في الباب هكا وتبدا تقمر فيه بسكيك والفراق يا امي يا امي بيه بنين يا امي بنين والله بنين سايبني بركه تفك لي الصحن تفك لي الصحن وتخليني وحدي نبكي وتبيتني في السطح امي التو عمري 29 سنه اش تعمل تحط لي قصعه هكاك وتدوش لي عمري 29 سنه تمشط لي في راسي هكاك تقول تحرس في ارض عمري 29 سنه التو تشري لي في الدبش وكبارك الكل يبداو كبار علي وتقول لي هكا قدك واش مغرومه ببوغار وابيداس وزيكو يا امي خايبين خايبين عجبك دبشك سروالك مقطع تقول متشرد شو محمد امين محمد امين نواره محمد امين نسمه صاحبك محمد امين مو صاحبي نكره لا محمد امين صاحبك محمد امين هذايا يا امي راهو ميت عمره لتفرش الشامبيونز ليج عمره ما لعب بلور ما يعرف حد شيء في حياته وكانت امه المديره نتاع المكتب كل ركري ناس تخرج تشوف وجه ربي امه حطته في الاذاعه نتاع المكتب يحط لنا يا قدسه يلبس باللكحه لكايه بكله يبدا يعملنا في الرقص المعاصر ويكر على اربعه وراه يشدوا مقير لكايه ويبداوا يعملوا هكا وام المديره تحكم علينا نتفرجوا فيه بالسيف برسم ميمتكم الاولاد اللي شاف محمد امين عنده نمره يكلمني حاجتي به في حاجه يا محمد امين اكتشافاتنا بتاع سنات بارك الله عليهم خمس خميس على الوليدات ونحب نقول لهم راهو للناس يتفرج راهو الناس هذيا مش ساهل اللي اول مره يلقاو رواحهم يعملوا في ستاند اب قدام العباد ميرسي وميرسي للبوبليك اللي تفاعل معاهم بالكدا بالكدا باش نحكيوا على جديدك درجه أي. صورتها كليب ديجا اي ان شاء الله باش تخرج الجمعه صافا امورك باهيه معناها اي وبلوشي هذا الكل عندي شوف اشتري طبعات نحكي لازم مسلكات اللي في وجهك تتشوحر هذيك هي الحياه خبيب اللي تشابك واللي يحبك تو يبقى لك واللي سبك ما ينفع لك واللي غلطت تو يلقى حقد في نفسك ما يودي لطريق خلي ربي يرفيق ما ولازم تفيق وتتقدم خطاوي كمل واصل تو توصل الحاصل و
تنح في سماها واللي لوجوا على بلاها خليهم موراك وضحكتهم بكاها علاش الخايب نبغي وهل بعضنا وديما ناسين فعلك يرجع لك جنبي هي انفعلك واخرتها ماشين اثنية طويلة ورسمتها بافكاري عزمي الوسيلة وننفذ في اخباري دجا اخترت صرت نحضر باللبسه نتاع الكليب الجديد سي تانديو الغنيه هذيا اي فيتشرينغ مع اس ان اي وقتاش تهبط على اليوتيوب ان شاء الله نهار الخميس ليله تهبط ان شاء الله اني نور غران سوكسي بعد الحلقه يلقاوها على اليوتيوب ان شاء الله باش نخلي لك كلمه الختام نشكركم على ما تصلحش في الاخر مشيت بالقديه ومركبايه تصدع عايش شي تيميسيون طياره برشا عويق لها كم عليك في الخير نحب نسب ونسب 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 ليه انت مش نسب حد قبل كل شيء نشكركم على الاستضافه نقدم تحيه للناس اللي تبع فيها الكل للناس اللي تجري فيا وتستنى في جديد نحب نقول لهم الليله ان شاء الله يهبط جديد تحيه كبيره لعائلتي شيما بيوتي على الشعر على شعري على الفاير وامي وخويا و وبابا تحيه ليهم شكرا فرحنا اللي جيت بحذانا شكرا ربي عايز. يوفقك حظ موفق كما نقولوا تفضل باش 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 سمعنا غيوم الحياه غيوم الحياه مكلتني الهمله مهملت ولا الخلطه هزتني ولا الدنيا لزتني دعوه لمي ما سترتني نحسب في نجومي كي القمره ملتني ما ذبلت ورودي قيمت وجودي كعابي كان قطره فتتني كان دمعه امي خاطتني قلبي معبي والخوف كمان ربي نخلق الكلمه والحجر نطقها الكذبه نزلقها والجنس اللطيف افهمي طقطقها لكل مقام مقال والجمله في مخي نصندقها خطوه بالخطوه اللي هذا جاب فتوى ويحلل ويحرم المخ مقرم والفقر يتجرم غرقه في غرامي الحاضر دامي والماضي وكوات يقعد لك خيالي في سماك لغتي المخيفه وكلامي نساك قلبي اللي عفستو كي جاك تخطاك واخطاني نستنشق في الحاني الماضي ما يفوتش والكلمة ما تموتش نتعب ونعاني نغرق في جناني دنيا نزينها بلواني شرق ونغرب أفكاري هاي 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 الوقت اللي حرقت وبناري هاي 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 استيل ومرضي وخناري هاي 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 وتلهى في بنتك يا جاري مش خايفة نرقد ما نقوم قلبي المزموم فقد الاحساس وضع مخي في غيوم الحياة في انتظار الممات واللي تعدى ممات من ضيق صديق نا مخي فتفات تكرهتك خلاص نخليت التراس ونفث اللي فات ياسر عطل تربي مع الكل حتى اللي يعمل في خراب فسخت الشيع ونقتل انحطاط والدناءة مش فكرة العهري اللي معبية رداءة عيوبكم اللي بانت وخرجت وجوهكم الزينة ومخاخكم اللي خمجت يسب ويتفرج تلقاه على الفلوس عامله مهرج مارك شكون اللي غرك وقالك تهبل واقع مزبل تشنيع مخاخكم اللي أتفه من بايع كلاكم الخبث وطاشت النية حلمت وكفحت ما جيتش الليجي بحساسي وباقاجي وكي جربت انصحت مش انا اللي انفحت ما جرحت وتجرحت وفي غرقي فركحت الحلمة في عروقي لفسد من كل شيرة وما فزت تخلوقي وجعتهم الضحكة وراها شلبوقي كلمة في حظوظي ربيتها فنيت فيها وما فنيتها وما دمني نفحة انتي صفحة وطويتها وجيعة وخبيتها الوردة اللي بدمي نزقيتها حتى كي ذويتنا مرميتها الحلمة اللي بروحي نفديتها
وبديتها شرق وغرب أفكاري هي 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 الوقت اللي حركته في ناري هي 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 ستيل ومرضي وخناري هي 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 وتلها في بنتك يا جاري هي 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 شرق وغرب أفكاري هي 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 الوقت اللي حركته في ناري هي هي مالك الكاميرا الحسيس Thank you.